I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. مشاهدينا صباح الخير، وأنا اللي كنت مبسوطة أنه جاي اليوم عيدكم، وأتمنى لكم سنة جديدة مليانة نجاح وحب، وأهم شيء راحة بال. طلعتنا هالخبرية البشعة امبارح، فيمكن مثل ما بيقولوا باللبناني شرا نعرفه ولا خيرا نتعرف عليه. هل 2013 اللي راحت مع كل بشاعتها رح يكون عنا شوية حنين لإلها؟ ما منعرف. 2014 وكل سنة بتبلش، وكل عمل جديد ببلش، كل علاقة جديدة بتبلش، بيكون عندهم شوية مخاوف أساساً، لأنه الإنسان بطبعه بخاف من كل شيء جديد، بخاف من كل شيء مجهول. فال2013 اللي مبلشة بطبل وزمر إن شاء الله تكذب لنا مخاوفنا، وإن شاء الله تكون كلها مليانة، ولو بلشت بشكل بشع، حلا وحب ونجاح وراحة بال. ولأهلنا اللي متضررين أكيد بدنا نقول لهم قلبنا معكم. نحنا بألايف دايماً منجرب أنه نبثلكم مشاهدينا إيجابيتنا، ودايماً منبلش حلقتنا بباركود بآخر أخبار التكنولوجيا مع فادي اليوم. بونجور فادي. بونجور رانيا. يعني فادي، ما بعرف على أول هالسنة اجتنا هالفقسة، بقى إن شاء الله تكون كذابة، وإن شاء الله ما يكون في غيرها، وتكون خاتمة الأحزان السنة إن شاء الله. أكيد. فادي، شو عندك اليوم بباركود؟ ما في خبرك رانا، بدك تيجي تقعدي حدي، لأنه في عندي أخبار كتير حلوة كتير مهضومة، وبيناتهم هيك جادجتس يعني فينا نستفيد منهم يوميا. يلا أنا وصلت لك. ناطرك. صباح الخير لكل مشاهدينا. هاي رانيا. ماشي الحال؟ تمام. رح بلش بخبرية كتير مهضومة لكل اللي بيحبوا اللي بيركبوا بيسكليت، وعندهم أكيد على طول عندنا مشكلة مع البيسكليتات والموتويات. نعم. بلبنان شوي بخطورتهم، إذا فينا نقول أكثر مش من إنه فيهم. مش هن الخطرين، الناس اللي ما بتشوفهم. هيدي المشكلة. مشان هيك الفكرة اخترعها شاب هو كان انجينير بجوجل. نعم. الفكرة بجلوفز، بيلبس كفوف، وهدول الكفوف عليهم LED، والحلو بالLED انه اذا بدك تروحي على الشمال، عادة كل اللي بيركبوا بسكليتات بيعرفوا انه اذا بده يروح شمال بمد ايده شمال، للسيارة اللي وراه تعرف انه هو عم بيتجه شمال، ويمين نفس الخبرية. لحتى يزيدوا من انتباه الشوفيرية اللي ورا الاشخاص عم بيركبوا بسكليت، صار في LED على الجلوفز. بمجرد انك تقربي صبيعك على بعضهم، في اثنين نقطتين متل حديد، بس تلمسيهم بيضوي هالال اي دي، وبس يضوي الال اي دي بيعطيكي اشاره يعني. اكزاكتلي. بيعطيكي اشاره انه انا بدي اروح بهالاتجاه او بالاتجاه المعاكس. اشاره بتضوي وبتطفي او دائما مضوي؟ لا، هي دائما مضوي لحتى تضل. شو هالفكره الحلوه؟ لانه ال اي دي عم نحكي. أقولك لازم يستعملوها شوفيرية التاكسي بلبنان. ما هو انه بضل ايدهم برا السياره. هن هيك بيعملوا لنا. بتفيد. فالفكره هي بتشتغل على البطاريه، واللي كنت عم تقولي لي بضوي بتطفي، بس تبلش تضوي وتطفي يعني بطاريتها بلشت تخلص. هون صار لازم او نشرش او نغير البطاريه. ديبانس. هن البطاريه كثير صغار مثل بطاريه الساعه. قد ايه براتيك؟ ماكسيموم. وقد ايه عن جد بتخفف من خطوره الدراجات؟ يعني على قليله بصير الواحد ينتبه اكثر. بيصير ينتبه اللي سايق سيارة واللي سايق دراجته كمان، يعني بفتكر انه بتساعد الاثنين مش بس سائق الدراجة. صحيح. كان بدول هن ووتر بروف. اذا بدك تغسلي الكفوف بكل بساطة، حتى الشتي ما في مشكلة. تغسلي الكفوف بتحطيهم دغري بالغسالة، ما في اي مشكلة، بما انه هن ووتر بروف. حلو كتير. هدول رح يكون حقهم تقريبا حوالي ال 69 دولار 70 دولار عم نحكي تقريبا، وسعر مقبول. سعر كتير مقبول، بس تنشوفهم بهالسنه قريبا. نعم. يعني في كم شهر ليبلشوا ينزلوا على الاسواق، ليبلش البرودكشن، لانه هيدي بعدها فكره. ما انت دائما ما بتلقط الا الافكار. ما بنبلش نحن بالافكار ونرجع بنلحقها. لانه نحن دائما بنروح على المصدر. على المصدر. فادي. برافو عليك. هيدا مصدر قوه لكن. هلا المصدر القوه الثاني اللي رح نحكي عنه، تا
بتعرفي انه على طول في ناس عندها غراض بدها تضبها، يمكن على التدخيتي مرات بنحطهم، يمكن اذا عندنا جراج بنحطهم بالجراج او كاف بنحطهم بالكاف، على رفوف على وات ايفر هيك فينا نضب. ما تقلي عن هالموضوع، وخصوصي لما بيكون عندك اولاد صغار فادي، وكل سنه بيتغيروا العابهم وبدك تجيب العاب جديده وتضب القديم بقى. نعم. مشان هيك رح ريحك، رح لاقي لك فكره حلوه، في شيء اسمه ماي ليفتر. ماي ليفتر هو موتور صغير بيتعلق بالسقف، بيحمل وزن مش كتير كبير، يعني فينا نقول عم بيحمل حوالي 44 كيلو. الفكره منه انك تشيل الاغراض تعلقيهم بالسقف بطريقه لحتى كمان تستفيدي من هالسبيس اللي مش مستفيدين منه. بكل بساطه الحلو كثير بيتغطوا فادي، فيك تحطيهم بكيس خصوصي اللي هو بيجي موتور مع كل الاكسسوارز اللي عنا اياهم. هالاكسسوارز هوكس وبولي واخبار نحن بحاجه لها، بس الحلو كثير بعد انه يو كان كنترول ذم فروم يور ايفون بس بقى، او ايباد تاتش او ايباد. خلص الي، خلص فادي الي، هلا الي بده يضحك. فادي مش معقول قد ايه صارت القصص سهله يعني، فلهيك لحتى تكون كثير سريعه. هلا فيك تجيبي الريموت كنترول تبعهم يكون سيبريت ريموت كنترول، بس على طول نحن وين حطينا الريموت؟ ما فتش عليه، بينما التليفون بده يكون جايبتنا. بكل بساطه بهالتليفون فينا نعلي نوطي ونقدر نربح سبيس زياده. ما بعرف، فينا نقول يمكن كان بكاف بجراج تحت حلو البيت بكل سهوله، يعني بس هو خصوصي اذا محل مش كثير بنقعد فيه لانه للشكل يمكن ما رح يطلع كثير حلو. هو بس الجراج بيصير فيه عندنا دوبل مساحه فادي. صح صح، يعني بغض النظر اذا عندك هالرفوف على الجوانب عاده على الحيطان بنحط رفوف وبنحط عليها اخبار وبصير نضيع الاخبار، صار في عندك زياده تستعمل السقف. يعني المستودع صار على الاربع جهات والارض والسقف عم نستعمله. كمان يمكن تستعمل لاشياء لديكور، فينا نعلق فيها اشياء او نعمل هيك شويه افيه مثل افيه المسرح بالبيت، اذا عنا شيء عزيمه بننزل الشيء بنطلع غراض بكل سهوله. هذا البرودكت رح يصير بالاسواق بمي. هذا السنه بمي، بس بتعرفي انه كله بده وقت لحتى يصير عم يتوزع بالاسواق. واكيد بما انه عم يشتغل على الايفون، يعني عم يشتغل على بلوتوث، فالكونكشن هي بلوتوث اهم شيء بكل بساطه. الكونكشن بتكون فينا. سنوبر سكوب. سنوبر سكوب هي فكره جديده، عندك تليفون انت بالليل ما فيك تصوري عاده، لانه اذا ما في لايت لو لايت بتطلع صوره معتمه، وحتى لو حطينا الفلاش بتطلع مدري كيف اذا عتمه كثير. اكزاكتلي، واذا بدك تصوري فيديو ما بيمشي الفلاش طبعا، ما فيك تصوري فيديو. مشان هيك هالسوبر سكوب هو للنايت نايت فيجن، بفرجيكي بكل بساطه وبكل سهوله. اكيد بالليل يعني عم نشوف عم هل لنقدر نشوف، عم نحط هالديفايس اللي هي هال اذا بدك هيك مثل النادور شكلها. هالديفايس فيها تركب على التليفون ماجنتيك. بس مبينة هون كبيرة، أكيد هي بالواقع أصغر بكثير. هلا رح نشوفها بغير صورة، رح نشوف إنه شفتي قد إيه على التليفون هي شكلها مش كثير كبير. بس حجمها إنه محترم فينا نقول. وبذات الوقت بتشتغل على الإنفراريد. فالإنفراريد نحن ما بنشوفها، بس هي الإنفراريد اللي على طول بنشوف إنه صورة خضراء. هيدي الفكره انه بما انها عم تشتغل على الانفراريد تعطينا صوره بالليل لنقدر نشوف شو عم بيصير. نعم، يعني هيدي اذا اجى شيء حرامي بالليل نحن ونايمين بثانيه بنكون لاقطينه. هيدي الفكره الاحسن بعد، انه فيك تحطيها على باب البيت كمان او فوق باب البيت. وهي كمان كونكتد ثرو بلوتوث على الـ على الـ على التليفون، حتى تقدر تشوف على التليفون او على حيلا ديفايس بلوتوث. يعني حتى لو ما كانت ملزقه بالتليفون بتكون عم تمشي؟ مزبوط. فيك تحطيها فوق الباب، ومثل ما كنت عم تقولي اذا اجى حيلا شخص وما في ضوء فيك تعرفي مين هالشخص اللي موجود على الباب. يعني صار عندنا سيستم للمراقبه كثير هاي تك. هاي تك بس كثير بورتبل، هين فيك تاخذيه معك محل ما بدك. وعم نشتغل على
حتى على ثرو واي فاي، اذا عندك واي فاي بالبيت بكل سهوله صار في عندك كونكشن بين بيننا وبين الديفايسز اللي عندك اياها. يعني قد ايه التكنولوجيا مفيده فادي، انما اوقات انا بفكر طيب بوجود هالتكنولوجيا كلها قد ايه في ناس عم تفقد وظايفها يا فادي. فكر يعني هو سيف ذو حدين اذا فينا نقول. هو اكثر شيء اذا بدك بالمعامل، لانه نعم. المعامل صار كله روبوتك طبعا، فكله روبوت عم تشتغل. نعم. ما فيكم تجيبوا مذيعة جديدة ما هيك سمعتون؟ ولا فيكم تجيبوا فهد جديد، هيدول لنتفق عليهم 100%. مذيع بعده بيقطع لهلا فادي ولا لهلا ما بعرف شو بيصير بعدين. فالسعر تقريبا راح يكون حوالي ال 100 دولار. نعم. وبمارش يعني عندنا 3 اشهر هربيت. بيكون صار موجود منه بالاسواق. اتس ا نايس فيجن فور سمارت فون. عندك بعد عندي بعد عندي ما بعرف قديش بعد عندي وقت. اذا بدنا نحكي فينا عم نحكي عن ديفايس حلوه كمان تتعلق بالبسكليتات. وهيدي الفكره هي موتور بقلب دولاب، يعني انت بتجيبي دولاب للبسكليت بتغيري دولاب البسكليت بصير بسكليتك موتورايزد، يعني بتعطيك على موتور صغير موجود بالدولاب لونه احمر هيدا الموتور. صحيح، وهو بيشتغل على البطاريه وبيتشرج، وكل ما بتشدي يعني هو بيعرف قديش انت قد قوة البادلينج تبعك لحتى هو بيساعدك. نعم. سمارت، فينا نقول هالموتور سمارت، هو سمارت ويل يعني خلص بقى. Exactly. صار كل شيء سمارت اكثر منه يا فادي. كوبنهاجن ويل اسمه هو، لانه معمول بالدنمارك. نعم. وكان في كذا حدا عمل هذه الفكره، بس هون فكرته عم تتطور شوي اكثر. يعني قد ايه امين رح ينبسط بهالفكره؟ ما بعتقد رح ينبسط، لانه امين بحب يعمل سبور، هيدي بتساعد وهي بتريحه اكثر. بس انه بيصير هيك عنده شويه معلومات اكثر عن شو عم يعمل بالسبور، ما بعرف. اكيد بيصير معلومات رح لك ليه، لانه بذات الوقت هيدا كمان موصول بلوتوث. صح. مع التليفون. انا من دون ما تقولون صرت اعرفهم فادي خلص كله صار، لانه بيشبه بعضه. نعم نعم. الحلو انه على تليفوني كمان بيقول لك قد المسافه اللي قطعتيها، قد السرعه اللي مشيتيها، قد القوه اللي عم تشتغلي عم تعملي يور بيدلينج، وبذات الوقت حتى بتقول لك قد ايه حرقتي كالوريز. ما هي ها من هيك انا قلت لك رح ينبسط فيها امين. مشان هيك اتس سمارت ويل. مزبوط سمارت عشوائي، بس اكيد مش اذكى من امين يعني. لا لا لا، بالنهايه امين عنده المعلومات، الدولاب بعد ما عنده اياها. صح. هلا هالدولاب قلت لك بيمشي على موتور عم بيعطينا تقريبا حوالي 50 كيلومتر بنقدر نمشي بين تشريجي وتشريجي قبل ما يفضى. نعم. وبسرعة حوالي 32 كيلومتر بالساعة. إذا لحاله بلا ما نكون نحن عم دعوس عم نشتغل على البيدال بذات الوقت. هي فكرة كتير منيحة أكيد. أي متى رح تنزل؟ بيساعدنا كتير كمان هالسنة. كله هلأ قريبا بيّن شي عن سعره فادي؟ بكم شهر؟ لا أكشلي السعر بعد مش مذكور. نعم. So رح ننتقل لاخر ايتم، وهذا ايتم كثير مهضوم. وين ما بتروح بتشوفي سيجنلز، كل شيء اشارات او بانكاردات بتقول لك كيف تروحي وين تروحي، اكثر شيء بالمطارات. شركه فيليبس طورت شغله كثير مهضومه الا بلبنان فادي. في في طورت شغله كثير مهضومه مع شركه موكات جيد بالتحديد، ورح تعمل كل هالسيجنلز تعملهم LED بقلب السجاد، لانه العالم او في قسم كبير من الناس بس يكونوا ماشيين بيكونوا عم يطلعوا بالارض هن وماشيين، فراح تكون هل الفكره انه بتدليهم على الاتجاه بحيلا، او بتعطيهم المعلومه اللي بدك تعطيهم اياها بLED بيضوي بقلب السجاد، اكيد مغلف بشيء ترانسبيرنت خفيف، بس السجاده بتضوي، وحتى السجاده فيها تكون ما بعرف يمكن ديكار بقلب البيت وعم تغير لك امبيانس. نعم، ولكن هي اكيد معموله لاشياء اندور فادي، يعني بعد ما وصلت لمرحله انه تنحط برا على الطرقات وتعطي اشارات أكيد. لا لا لا، بعدنا اندور عم نحكي شقفه سجاده بمول يمكن اكثر شيء، بمول بمطار ما بعرف مثل ما كنت عم بقول لك بالبيت حتى. نعم. اذا بدك تغيري امبيانس تعملي
السجاده هي رح تضوي الاي دي بكل بساطه. مهضومه الفكره هل... وللاولاد بفتكر بينبسطوا فيها اكثر من انه تكون هيك ارما بسيطه وناشفه. صح صح. هلا رح من وراء هالفكره اكيد بتخف الارمات، بتصير بس عم تلحقي عم تطلع بالارض وماشي، يعني تخيل العالم كله عم تطلع بالارض ماشي، هي ماشي عم تطلع بالارض وين بدي اروح هلا. يمكن تنشوف تنشوف هلا قريبا بس يمشي الحال مع الشركتين امتى نبلش البرودكشن. يعني ان شاء الله هالبرودكتس اللي بتعطينا اياهم فادي يكونوا مفيدين، ما يكون عندهم كثير اشياء سلبيه، لان بتعرف كل شيء جديد بيكون بعد مش كثير مختبر مزبوط. ما هيدي هي، مشان هيك بيطولوا شوي لحتى يبلشوا برودكشن ليكونوا عملوا كل التستات عليهم. فادي ميرسي كثير لك. مشاهدينا نحن بريك ومنتابع.